رحيم، محاضرة التربية العملية، دكتور رائد فريحات، جامعة فلسطين التقنية الحضورية، فرع رام الله، محاضرة يوم الخميس. الآن الموضوع اللي احنا داخلين عليه في هذه المحاضرة هو مراحل والتربية العملية، بس قبل ما نروح على المراحل بدنا نحكي عن استراتيجيات المتبعة في تنفيذ التربية العملية. في استراتيجيتين رئيسيتين لما احنا بنودي الطلاب على المدارس مشان يقوموا بالتدريب الميداني والتربية العملية في المدارس. في الاستراتيجية الأولى انه تنفذ التربية العملية بعد الانتهاء من دراسة المقررات النظرية التي يتضمنها برنامج التربية العملية، وتقريبا احنا يعني ماخذين بهذا الجانب، ولذلك هو يخصص لها فصل دراسي من السنة الجامعية، بس احنا ما بنخصص فصل دراسي، احنا بنقسمها تقريبا على سنتين، وبناخذ في كل سنة يعني في فصلين، كل فصل بناخذ حوالي 3 أسابيع إلى 4 تدريب ميداني للطلاب بشكل مكثف، أو بنوديهم كل أسبوع مثلا يوم أو يومين. الاستراتيجية الثانية متبعة في بعض المعاهد المعلمين إنه لا، إحنا جنب التربية العملية تسير جنبا إلى جنب مع المقررات النظرية، يعني في كل فصل يكون الطلاب من السنة الثانية تا يتخرجوا بروحوا على المدارس، يلتحقوا من السنة الثانية. وهي وجهة النظر ترى انه هيك بيكون الطالب عنده قدرة على الربط بصورة افضل بين المبادئ النظرية اللي بتعلمها وبين المواقف العملية اللي هو بواجهها، وبيقدر يستفيد من الاشياء بشكل مباشر وشكل سريع. اجمالا في النهاية عندنا احنا اسلوبين، وهذول الاسلوبين متبعات في التربية العملية وتنفيذها، وكل مؤسسة لها استراتيجيتها في تنفيذ هذه التربية العملية. فإذا تم تنفيذها ضمن الاستراتيجية الثانية فبتم تنفيذها طبعا على مراحل في كل فصل دراسي، وبيقوم الطلاب بزيارات صفية للمدارس وبنته، يعني انه في النهاية بيقوموا بتدريس عدد من الحصص في نفس اليوم، وبالتالي يعني ما في هو اتفاق او استراتيجية محددة، ولكن هذول هم الاستراتيجيات العامة. اما انه هو بيتم تخصيص فصلين دراسيات، او بيتم تخصيص اكثر من فصل دراسي لتطبيقها، او انه بتكون هي دائما جنبا الى جنب مع المقررات النظرية. الان نروح على مراحل التربية العملية، واحنا تحدثنا في محاضرات سابقة بتفاصيل أكثر عن المراحل، ولكن باختصار بنقدر هنا نلخص المراحل بشكل سريع. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الملاحظة الهادفة، وهذه المرحلة تمتد على مدار فصل دراسي كامل بواقع حصة في الأسبوع. خلالها يلاحظ الطالب المتدرب سلوك الطلاب، ويحضر بعض الحصص الصفية لمعلمين ذوي كفاءة وخبرة، ويلاحظ أيضا مدى استخدام الطلاب والمعلمين لمراكز مصادر التعلم وغيرها من الإمكانيات اللي موجودة داخل المدارس. فهذه مرحلة الملاحظة، فصل دراسي، حصة في الأسبوع. طبعا أحيانا الإمكانيات ما بتسمح، فممكن نودي الطلاب ونقول لهم أول أسبوع هو يعتبر ملاحظة. المرحلة الثانية مرحلة التدريس الموزع، هنا يلتحق الطلاب في هذه المرحلة بعدد من المدارس، وبتم توزيع الطلاب حسب تخصصاتهم إلى مجموعات، كل مجموعة بتروح على مدرسة بيكونوا من 4 إلى 6 طلاب، ويشرف عليهم طبعا معلم متعاون من المدرسة والمعلم المشرف من الجامعة. وهذه المدرسة تذهب، لاحظوا في مرحلة الملاحظة الهادفة كانت حصة في الأسبوع، هون يوم واحد كامل في الأسبوع، وفي هذا اليوم تتاح الفرصة لبعض أفراد هذه المجموعة بالتدريس الصفي، والمجموعة اللي بقية الطلاب زملائه بيحضروا معاه، وبيقوموا أيضا بتقييم الأداء اللي كان من زميلهم. غالبا في هذا مرحلة التدريس الموزع، وخلال طبعا يوم كل أسبوع، في مجال إنه يدرس كل طالب بيطلع له تقريبا 5 حصص صفية في هذه المرحلة
يعني في أحد في خلينا نقول موزع على 5 أسابيع. أبرز نقاط القوة في مرحلة التدريس الموزع الآن إنها تنقل الطالب المعلم للتدريس نقلا تدريجيا، لأنه هو يعني بأخذ المواد النظرية، يوم بروح على المدرسة وبشوف الآن نقاط القوة ونقاط الضعف في الحصص، وممكن يأخذ فرصة للتدريس مرة ثانية. مثلا أول أسبوع أعطى هو حصة، الأسبوع اللي بعده بده يعطي حصة، فبالتالي هذه فيها فرصة إنه يعطي هو يعني على مدار 5 أسابيع ب5 حصص. أيضا بعدها المرحلة الثالثة عندنا مرحلة التدريس المكثف. في هذه المرحلة يداوم فيها الطالب دوام كامل في المدرسة عدة أسابيع، وممكن يداوم في بعض الجامعات فصل كامل، وهنا يقوم بتدريس عدد من الحصص الصفية في اليوم الواحد، مش حصة واحدة، أكثر من حصة. يعني كأنه الطالب المعلم يحل من ناحية عملية محل المعلم المتعاون، يعني هو اللي بصير يدرس طبعا بإشراف المعلم المتعاون وإشراف المعلم المشرف من الجامعة. وفي المرحلة الرابعة بتم عقد ندوات في الجامعة أو الكلية بعد انتهاء الطلاب من التدريس المكثف، تعقد ندوات لمعرفة مدى تحقيق الأهداف. وفي هذه المرحلة بيقوم المعلمين المشرفون بتعزيز الجوانب الإيجابية التي ظهرت في تدريس الطلاب، كما يقومون بمساعدتهم على تلافي نقاط الضعف. ومن المفيد أن يبين الطلاب المعلمون المشكلات التي اعترضت سبيلهم في التربية العملية والاقتراحات التي تساعد على رفع مستوى أداء الطلاب المعلمين مستقبلا. بعض الكليات بتخصص اليوم الأخير، يعني ما بتستنى تتخلص كل التربية العملية، بتصير كل أسبوع من اليوم الأخير من الأسبوع تخصص لعقد الندوات، ومن خلال هذه الندوات يتم مناقشة المشكلات ومعرفة الأهداف التي تم تحقيقها واقتراحات لتحسين الآليات. طبعا نقطة مهمة هون، الأمور مش حرفية، تتبع في النهاية للجامعة للمؤسسة، مما تجدر الإشارة إليه أن المراحل قد تتبع في برنامج التربية العملية الذي ينفذ في الفصل الأخير. والطالب يعني لا يمكن الانتقال إلى قيادة صف به عشرات الطلاب إلا إذا تدرج في الحصص أو في جزء منها، ولذلك بتم دائما في كل المعاهد والمؤسسات التربوية لابد من التربية العملية، من التدريب العملي، من التدريب الميداني بالآلية اللي بتكون منظمة مرتبة من قبل الجامعة، بحيث أن الطلاب يقدروا ياخذوا فصلهم الدراسي الأكاديمي وبنفس الوقت يقدروا يتوجهوا للمدارس. أحيانا ممكن يكون جزء من اليوم يحضروه في المدرسة ويكملوا في الجامعة، أحيانا ممكن تكون أيام كاملة، ممكن يتفرغوا بعض الأسابيع، ممكن يتفرغوا بعض الأيام. وبالتالي المراحل اللي بتمر فيها التربية العملية على المشرفين دائما عدم حصر مهام الطالب فقط. أيضا هذه نقطة مهمة في التدريس الصفي، لا، لازم احنا نعمل له ونتيح له فرصة للتعامل مع المجتمع. وحكينا بهذا الموضوع أكثر من مرة، إنه المعلم مش المتدرب ما يقول إنه فقط أنا مهمتي أعطي الحصة وماليش دخل بإشي ثاني، لا، انت كل نشاط كل ما يحدث داخل المدرسة لازم تكون معني فيه، ومن مهمتك انك انت تدخل على هذا النشاط. الآن تكملت الموضوع عندنا في هذه، مهم ايضا انه الطالب المعلم يجب أن يلتزم بتعليمات المدرسة، ولكنه غير ملزم بتقليد المعلم المتعاون، لأنه أنت كطالب ممكن تبني معرفة جديدة وما بتقلد معرفة قائمة، بده يكون في خبرات وأشياء تعلمتها. الطالب المعلم القديم ما أخذها مثلا في الجامعة وما عنده مثل هذه الأفكار، ولكن مع الحذر زي ما حكينا دائما نعطي أهمية واحترام وقيمة للمعلم المتعاون ونطلب رأيه، إلا يكون برضو عنده خبرات يفيدنا فيها
وبالتالي احنا صح ما بدنا نقلده تماما، لكن احنا بدنا نستفيد منه ونعطي الشيء بطريقتنا. كل انسان لما يقدم الشيء بطريقته وباسلوبه بيكون في هذه الحالة عنده امكانية النجاح بشكل اكبر. هيك بنكون احنا حكينا عن مراحل التربية العملية باختصار اللي ممكن يعني يتنفذوا داخل المدارس، وبيكون ما هو دور الطالب المتدرب فيها. الان نروح على مكتب التربية العملية. طبعا ممكن يكون في مكتب، ممكن يكون في أستاذ مشرف وينسق، ممكن يكون في أحد الإداريين بينسق لمثل هذه المواضيع. ما هي الأعباء والمهام المطلوبة من مكتب التربية العملية؟ أولا جمع بيانات وافية عن الطلاب والمعلمين وتخصصاتهم وسكنهم والمدارس اللي بيحبوا يروحوا عليها. يعني هذه بيتم توزيع الطلاب على المدارس، هذه أول عبء مهم انه يكون في المسؤول عن التدريب الميداني. ايضا بتم عقد ندوات للطلاب، لاحظوا هون، قبل بدء التربية العملية وفي اثنائها وبعد. طبعا اللي قبل البدء لايش؟ من اجل تبصير الطلاب بطبيعة العمل، ولازم يعرف كل طالب حقوقه وواجباته، ولذلك يفضل ان نزوده بنشرة تبين له هذه الحقوق والواجبات أثناء أدائه للتربية العملية. أيضا من مكتب التربية العملية من مهماته عقد ندوة مع مديري المدارس أو إجراء، يعني ممكن يكون متعذر عقد الندوة، لكن ممكن المشرف يزور المدارس، يقابل مدير المدرسة والمعلم المتعاون اللي راح يشرف على الطلاب، ويناقشهم في التدريب الميداني والتربية العملية بحيث أن يكون عندهم رؤية أوضح وتعاون أفضل. 4 شرح برنامج التربية العملية للمعلمين المشرفين. يجوز يكون في ناس مشرفين جدد ومعلم جديد بده يروح يشرف على الطلاب، فإحنا المكتب التربية أو الشخص المسؤول أو المتخصص ممكن يعطي فكرة عن الواجبات والحقوق لهذا المعلم، أيضا إيش الأشياء اللي هو بده يتابعها. أيضا النقطة الخامسة حل المشكلات اللي ممكن تعترض في الطريق، سواء كان من ناحية الحصص أو توزيعها أو توقيتها أو مثلا انقطاع المواد أو عدم إعطاء الطالب الفرصة حقه إنه يكون في التعليم، بتصير يعني بعض القضايا. فهنا بيجي مكتب التربية بتدخل وبكون في التربية العملية، طبعا يعني الشخص المسؤول أو المشرف بتدخل بكون بحل مثل هذه القضايا. أيضا التربية العملية تقوم بتوجيه المشرفين على التربية العملية إلى ضرورة تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة وعدم تقليد المتعاونين تقليدا أعمى. لابد أن يكون مكتب التربية العملية أو الشخص المشرف يعزز ان الطالب يبدع، يعطي رأيه وفكرته، ومش ضروري يقلد الموجودين لكن لازم يحترمهم زي ما حكينا ويأخذ برأيهم. النقطة السابعة ايضا الاشراف على عملية تقويم الطلاب ورصد درجاتهم، وبالاخير كيف نقيمهم ونعطيهم الدرجات بما يحقق العدالة. والنقطة الثامنة ايضا عقد لقاء او ندوة في نهاية التربية العملية الان بهدف تقويمها. ممكن نوزع استبانة، ممكن نعمل دراسة عن التربية العملية وما تم تحقيقه في هذا الإطار. أنهينا محاضرة يوم الخميس من الأسبوع 12. يعطيكم العافية.